اعتصمت المكاتب الشبابية لأحزاب المعارضة القومية واليسارية في ساحة الكالوت قرب سفارة العدو الصهيوني بعمان تحت شعار رفض العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا العروبة وضد التدخل الأجنبي. كما ندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي السافر على سوريا والذي أظهر الترابط الوثيق بين المجموعات الإرهابية التكفيرية وإسرائيل، مؤكدين أن هذا العدوان الغاشم ليس جديدا بل يمارس من قبل مجموعات إرهابية على الأرض يوميا، طالبين من المجتمع الدولي أن يدرك أن تعقيدات ما تجري في المنطقة بعد هذا العدوان باتت أكثر خطورة وستؤثر سلبا على المنطقة برمتها. احنا يعني كان هذا الاشي متوقع واحنا متوقعينه كل يوم، العدوان على جمهورية الصمود، جمهورية سوريا العربية اللي هي احنا دائما بنعتز بمواقفها المشرفة تجاه الغزو الصهيوني والاستعماري على المنطقة، وهي القلعة الوحيدة الباقية ضمن البلدان العربية. إن العدو الغاشم الذي شن عدوانه البشع الجبان على سوريا هو إسنادا للعصابات الإرهابية المتواجدة على الأرض السورية والتي تقوم بعملا تخريبيا منذ أكثر من عامين. هذا العدوان الذي قدم كل الدعم المادي واللوجستي لتلك العصابات هو جزء لا يتجزأ من العدوان على سوريا بدعم من الإمبريالية الأمريكية ومن دول النفط الخليجي قطر والسعودية ومن تركيا. هذه العصابات المدعومة من هذا المثلث النجس القطري السعودي التركي والمدعومة من المعلم الأكبر لهم جميعا الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل، نحن نقول لهم أن سوريا ستهزم هذا المشروع، ونحن أمام السفارة الصهيونية اليوم لنقول لهم لا نرغب بوجودكم على الأرض الأردنية ولا على الأرض العربية. أنا الآن قد أجيت هون حتى أدافع عن محور المقاومة لأنه لم يبقى لنا حقيقة من ناصر إلا محور المقاومة، الله ومحور المقاومة. نقول أن هذا الاعتداء هو اعتداء غاشم وهذا ليس بغريب على الكيان الصهيوني، لأنه منذ البداية كان يدعم القوى الظلامية في ضد الحكومة والجيش العربي السوري.